عايشه في المقابر بقالي قد ايه يا حاجه؟ بقالي 30 سنه. عايشه مع مين؟ عايشه انا وبنتي، عشان عيشه يعلم بها ربنا. عيشه صعب صعب، غير كمان الزمن مستكتر علينا، الحج بيقع علينا واحنا قاعدين. احب اتصور. ومش لاقيين حتى نجيب شكاره اسمنت نصلحها. هو انت ما سبتي الحوش اللي وقع عليكي جيتي عشت هنا؟ لا انا قعدت فيها، عملهولي كده، رمهولي اهل الخير بقى، اللي يعني اقعد يديني 100 يديني كده لحد ما قمت بيه كده. انا بنام هنا، انا بنام هنا اهو. البنات بتنام هنا، انا بنام هنا. والبنات بتنام جوه، انا بخاف عليها من هنا. خايف عليها من هنا عشان يوقعش عليهم؟ اه. إيه بتعمل؟ لا اخاف حد يدخل عليها كده عشان دول بنات، انا يعني بنام هنا اهو. قافل بحط كده عشان بنام. بنسمع صوت عفاريت وخبط على البيبان وكل شويه رعب وخضايد، بس هنروح فين؟ هنروح فين؟ مستحملين؟ هنروح فين؟ هنترمي فين؟ ادي عيشتنا هي دي، من قله ما مش طايلين حاجه، كانوا ملبوسين الاثنين. الاثنين كانوا ملبوسين؟ كانوا ملبوسين، كانوا ملبوسين لغايه ما سافرنا ابوهم مستعد على ابنها، والحمد لله شويه اهو. من الصوات وصوت، اللي بيموت مقتول، واللي بيموت مذبوح، واللي بيموت موت تربوا. معايا واحده 30 سنه، وواحده 25 سنه، وواحده 20 سنه. لا مش متوقع، كل ما يجي راجل ما تشي هي الكتاب لو احلاها دي للشابه اللي قالت عليها دي. جاني كام عريس للبنات وما معيش. انا ما بقيتش حد يسال الناس على ما رميت حته الوقت بايدوني لما لقوني قاعده في الشارع. طب ما انت الاوض بتاعتكم من غير حته بيبان؟ من غير بيبان، بحط البطانيه كده وخلاص، وانزل الستراجه. في الشتاء كنت بتعملوا ايه؟ ما هو هنعمل ايه؟ ادي البطاطين زي ما انت شايفه كده، بس ادي بطاطين طبيعي. طب ما انتوا نايمين والباب مفتوح ما فيش؟ لا بيه. بحط البطانيه دي كده وكده وانزل الستاره عليها. البطانيه بتمنع دخول الهواء؟ اه مش قوي، بس هو برضك بتشيل الهواء برضك شويه. نزل كده الواحد ده كان بيدعنك، الناس كانت خايفه، التراب دي كانت واقفه فخسه. الحاجة بقت توقع، المراتب والحاجة تقع. عندي تلاجة وقعت، معرفناش كل ده كان متعلق مهجور. اسأل الناس بقى، الدنيا كانت خراب، كل ده كان واقع كده. من العيال اللي اتلبست دي حتة شقة بس أطلع بيهم، أطلع بيهم وأمهم اللي ماشية تسحب برجلها تحت، شغالة عليهم متمرمطة عليهم. هي بس حتة شقة تعملوا فينا معروف، تعملوا فينا معروف ويبقى كله بأمر، وتشكره قوي.